ازيك يا عم؟ ازيك يا نور؟ ابوي شايعلك الظرف دي. فيه ايه ده؟ معرفش، مقفولة. ها، عن اذنك اتفضلي. الو. ايوه فؤاد بيه، سلامتك، وحشتني يا راجل. مرحبا بيك يا حجي محمد، صحتك عامله ايه دلوقتي؟ انا زي الفل، الامانه وصلت في ايدي اهي. هي ايدي يا حاج بتاع دي بتقولوا عليها سي دي اسطوانه، مش عارف اللي هيحطوها على الكمبيوتر. عارفها؟ عارفها. فيها ايه دي؟ فيها ساعات. سعادتي؟ ايوه سعادتك، زي ما ولدتك امك. ايوه زي ما ولدتك امك، وهتتجلع مع واحده اسمها فواكه اظن. ايه؟ فواكه؟ وبيقولوا ممكن تعمل منها نسخ كتير، يعني لو شيعت وجبت شاشه كبيره قدام كل لجنه، الناس هتسيب الصناديق وتتفرج على حضرتك وانت زي ما ولدتك امك. دعاية انتخابية وبلاش. مع السلامة. مع السلامة. ايه حكاية فرحة دي؟ مالها؟ من ساعة ما رجع الحاج مش باينة ولا باين لها حس. صح، دي اللي هتطلع السلم ولا حد شاف جلابتها. تلاقيها هتجلع الحاج. ما تفوريش دمي يا كامله، هتجلعوا كيه زي الناس. ودمك يفور ليه؟ تلاقيها زمجانه عند امها باذن الله. لحق يرجع ويغطيها ليه؟ ما زعلكيش قبل كده ولا مره يا كامله، ولا طلعك في عين. ياه كتير. الله اكبر الله اكبر. النهارده الصبح. الحمد لله الحمد لله. مع السلامة. خير يا حاج؟ فؤاد بيه انسحب يا حاج أحمد. إيه؟ انسحب كي؟ زي الناس. ربك ليه عجايب يا أبو زكري. الحمد لله. كده يا عمي يبقى انقطع نص الطريق. مبروك يا عمي. لسه بدري يا خيري. بدري ليه؟ الدبشة الكبيرة اللي كانت في طريقك واتزاحت، وربنا مسهلها لك على الآخر. فرحان يا أبو زكري الولد عمك صح؟ طبعا فرحان، مش ولد عمي، حطير من الفرح. انا عارفك حطق من الفرح. انتوا ايه؟ امكم دعيالكم كده على طول، ما زعلتوهاش ابدا؟ مناح شوف عمك ابو زكري يشرب ايه. شارب، شاربين كتير يا حج. هو لسه تحت نتيجة الانتخابات الليلة دي، قاعد مستني من الصبح. إذا الحاج أحمد نجح، تعالوا بصوا. وأبوك خد عمك وطلعوا على جوادي، مش لازم يوقف وسط الناس. اشرب شربات أبو ذكري، شربات عمي، عقبال عندك. ألف مبروك يا سيادة النايب. الله يبارك فيك يا محمد، أنت اللي عملتها فيا. وديني نوتش جزائي. بعد الشر عليك، أنت أغلى عندي من كل حاجة. عاوزك تتجدع وتروق نفسك وتفتح لك مكتب في سوهاج، وأنا هديك مفاتيح بيتي في مصر. ليه ده كله؟ أمال إيه؟ أنت فاكرها إيه؟ دي مسؤولية كبيرة، وعشان الانتخابات الجاية ما نتعبش فيها. ومين يعملها تاني يا ولد أبوي؟ أنت. بعد أول جلسة مش هتفرط فيها أبداً. إيه؟ ما أنت قعدت وسبته، إشمعنى؟ أنا خدمت على كد ما أقدر. لما شغلي توسع، كل يظلم الناس اللي دوني صوتهم يظلم نفسي وشجاعي. سبت المجلس ونعنجح بالتزكية، عشان أنا ماليش قلبين. وأنا حيلتي قلب واحد برضه، يا دوب دورة واحدة. خلاص، بعدك يبقى خيري. خيري؟ عندك اعتراض؟
وماله؟ بس اشمعنى خيري؟ ده طبعه حامي هيبرد. الايام عتبرد الحامي، بس خيري راجل اللي تشوفه. انا تحت امرك. الف مبروك يا ولد ابوي. انا مش قلت لك ما تجيش هنا؟ وانت مش عارف ايه اللي ممكن يحصل؟ اتجننت ولا ايه؟ تعال وراي. اعمل معروف يا سعاده الباشا. ايه الكلام الفاضي دي؟ يا ابويا انا مش كد ولا كد عياله. لو شفتك هنا تاني هضربك بالنار، فاهم؟ خد دول، خد دول وغور، فاهم؟ تغور. غور ما غورش ليه؟ ازيك يا بوي؟ انا بخير يا بنتي. فرحه وضبي اوضه النواره، ومعلش سيبينا لوحدنا شويه. حاضر يا حاج. تعال يا بنتي. هما يا بوي هما. اهدي وتكلمي بالراحه، مش عاوز حد يسمع. بص، هو ده اللي ضرب عليك نار. ربيع، عايز اترحم اللي انا فيه. تموت؟ ده حلم حلو وقوي يا ربيع، ما اظنش ان من السهل نحققهولك. موتوني يا ابوي، كل حته في جسمي عايزه ترتاح. انت عرفني يا ولدي؟ وفي حد ما يعرفكش يا حاج؟ عملت لك حاجه؟ اذيتك في حاجه؟ لا. طب ليه عملت كده؟ ادوني فلوس كتير وقالوا لي اعمل كده. مين؟ ناس ما اعرفهمش يا حاج. ما تعرفهمش؟ براحتك. ابوس ابوس على يدك يا حاج. انت قاعد فؤاد بيه، فؤاد بيه هو اللي وزني واداني 10,000 جنيه. 10,000 جنيه بس؟ ده بخيل. ثمن الحاج محمد 10,000 جنيه بس؟ ابوس ايدك يا حاج، انجبني وعيش خدم لي طول عمري. بس بشرط لا تقول عليه اعمله لك يا حاج. زي ما ضربت عليا النار من غير ذنب تضرب النار على اللي قالك. بس لو موتته هموتك، ولو جات بعيد عنه هموتك. يعني ايه؟ يعني تضربه من غير ما تموته. ودي اعملها كيه؟ زي ما عملتها. نومتي محمد النونو؟ ايوه نومته. قوليلي، هو جوزك المكفي عمل ايه تاني؟ من ساعة ابوه ما سقط جبل عمي وهو مش طايقني وشتومه وقلة ادب. قطع لسانه ولا تسألي فيه، يغور في داهية. بنت يا نوارة، هي فرحة مالها؟ مالها يا مرت ابوه؟ اصلك كنت عندها وشفتيها، واحنا ما نشوفهاش خالص. عيانة؟ حق رايك وكويس. يعني ابوكي مش متخانق معاها؟ مش مزعلها؟ مش طريتها؟ عادي، مفيش حاجة غريبة. عادي. أمال الملكومة دي متسوسة مننا ليه؟ اتفضل. اقعد يا فرحة. نعم يا عيون فرحة وقلبها. عاملة إيه؟ طيبة طول ما نفسك حوالي. تعرفي إنك حلوة وأنت حبلة؟ برضو حلوة. حلوة كي وأنا بطني قدامي. زي القمر. يا ريت البنت اللي جايه تكون في جمالك. واد يا محمد وحلو زي ابوه. ايش عرفك انه واد؟ دخلت في علم الغيب؟ لا، بس انت عارف
عمري ما طلبت حاجة من ربنا وكسفني أبدا. وطلبت منه إيه المرة دي؟ طلبت منه يديني واد يكون راجل من دهر الراجل. بس الفرق بيني وبينه هيكون كبير يا فرق. حق حيجي وتربيه ويكبر قدامك وتجوزه يا محمد. طب يا أم الواد طلباتك إيه يا أم الواد؟ طلباتي؟ لتجيب الواد تتشرط. أتشرط؟ ماشي بس طلبي كبير قوي. مش هقدر عليه يعني؟ مش عارفة هتقدر ولا ما تقدرش. اطلب يا فرح. بس طلبي غالي قوي قوي. لو أغلى حاجة في الدنيا. وعد. وعد يا فرح. طلبي أنت. بس كده؟ هو في أكتر من كده. يعني ما اكتب لهوش حاجة؟ كفاية إنه هيكتب باسم أحسن أب. مش هيجي يوم وتقول اشمعنى اخواته؟ لو قلت هطلقني. هتعيشي مع محمد بس مش محمد أبو دياب. يعني لا محجر ولا منظرة ولا حاجة. ولو على البحر في الظل هتغطى بشالك وتستر بعينيك. ربنا يحفظك يا فرح. بس اعملي حسابك بكرة عندك عزومة كبيرة، لو تعبانة أعملها في المنظرة تحت. لا هما كم واحد؟ كتير، 7-8. ناس غريبة؟ لا ولاد خيري وجودة وكامل وحشوني. عشانك أخدمهم بعيوني. بس تلبس واسع. ها مرتك لسه ما رجعتش؟ لسه مش عاوزها. ولدك هتسيبه لمحمد أبو دياب؟ يغور هو وهي. يا راجل تروح تجيبها من شعرها. مش عاوزها. أنا مسافر كام يوم كده وراجع، أرجع ألقاك رجعتها. أنا مش عاوز الراجل ده يمشي كلامه علينا، فاهم؟ ما أنت اللي انسحبت من الانتخابات من غير سبب. يوه أنا حر أعمل اللي أنا عاوزه.